السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هنحاول نتكلم على موضوع جديد إن شاء الله، وهيكون إن شاء الله هو كلامنا في فيديوهين تاليين إن شاء الله. الموضوع اللي هنتكلم عليه هو، أنا طبعا في مجموعة أمثلة موجودة ظريفة في الماتلاب بيتكلم فيها عن الفيجواليزيشن في الماتلاب. هو طبعا الماتلاب بيعمل فيجواليزيشن بكذا طريقة ولكذا هدف يعني. فمن يعني طبعا لو عايز توصل للصفحة دي بسهولة هتدور على الديب ليرنينج تيونينج اند فيجواليزيشن. اللي هنحاول نتكلم عليه اللي احنا عايزين نفهم القرار بتاع الديب ليرنينج او بتاع الشبكة اللي انا شغال بيها دي مبني بناء على ايه، او نفهم القرار بتاع الشبكة ده وصلنا له ازاي. طبعا في كذا تقنية بتستخدم في الموضوع ده، من ضمنها في حاجة اسمها الاوكلوجن سنسيفيتي، في موجود عندنا حاجة اسمها الجريت كام، تمام، وفي حاجة عندنا دي طبعا ليها مثال اهو اللي هو الاوكلوجن سنسيتيفيتي، وموجود عندنا مثال خاص بالجريت كام. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاوكلوجن سنسيتيفيتي، وموجود عندنا مثال عن الكام، تمام. طبعا الكام دي اختصار لكلاس اكتيفيتد مابينج، تمام. في نوع رابع برضو بيستخدم في موضوع اللي انت تعمل اندرستاند او تفهم الشبكة دي مبنية على ايه وكده، طبعا موجود عندنا هنا اللي هو اندرستاند موديل بريدكشن ويز لاين، تمام. حاول نفهم الشبكه القرار بتاعها ده مبني على ايه باستخدام تقنيه اسمها اللاين، تمام. طبعا اللاين دي مش موجوده في الماتلاب، المتاح عندنا في الماتلاب هو الكام، الكلاس اكتيفيشن مابينج، وطبعا بتبقى مهمه ما يكون الكلام ده في تطبيقات طبيه مثلا ولا حاجه، تبقى انت فاهم الشبكه ليه حددت الشخص ده مريض، ليه الشخص ده سليم، فبيبقى مهم المعلومه دي، تمام. هنا بالنسبه لنا ده الجريت كام، تمام، وهنا في موجود عندنا مثال الاوكلوجن سنسيتيفيتي، تمام. احنا هنحاول نفهم موضوع الاوكلوجن سنسيتيفيتي ده ازاي يتنفذ في الماتلاب، وهنحاول ننفذه على صور كانت موجوده عندي كنت انا مصنفها قبل كده النورمال وكوفيد، تمام. هي صور اكس راي للرئه، تمام، وكنت مصنفها لنوعين لنورمال وكوفيد، واظن كانت محقق اكيورسي 100%، تمام. هو هنا بيقول لي عشان نفهم موضوع الاندرستاند النتورك بريدكشن، انا عايز افهم البريدكشن بتاع النتورك ده مبني على ايه، او ايه اكتر فيتشرز في الصوره هي اعتمدت عليها. فهو هنا يستخدم التقنيه زي ما قلنا الخاصه بالاوكلوجن سنسيتيفيتي، على الكلام اللي هو كاتبه بيقول الاوكلوجن سنسيتيفيتي از ا سيمبل تكنيك فور اندرستاندينج ويتش بارتس اوف ان ايمج ار موست امبورتانت فور ديب نتورك كلاسيفيكيشن. عايزين نشوف فين اهم الاجزاء الشبكة اعتمدت عليها او النتورك اعتمدت عليها عشان تطلع الاوبوت بتاعها او عشان تصنف الصور بالشكل اللي بيظهر لنا. You can measure network sensitivity to occlusion in different regions of data. تمام؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو هنا مثلا في المثال دوت كان استدعى الجوجل نت، تمام، كان شغال على جوجل نت، وبعد كده جاب الشاف طبعا اللير الاولانيه دي اللي بيجيب منها السايز عشان يعرف السايز بتاع الصور اللي هو اشتغل عليها ايه، وطبعا حدد الكلاسز اللي كانت موجوده عنده، تمام، اللي هو الاوتبوت كلاسز اللي كانت موجوده عنده في النتورك يعني. وبعد كده بدا يقرا صوره، وبعد كده الصوره دي بنحاول نعمل لها كلاسيفاي باستخدام امر كلاسيفاي او بريدكت او كده، وبنبقى كلاسيفاي دي بيبقى موجود فيها النت والصوره اللي موجوده عنده، وبيرجع بالسكور وبيرجع بالواي بريدكت، تمام. بعد ما رجع بالقيم بتاعه السكور والواي بريدكت اللي موجوده عنده، طبعا هو يقدر يجيب النسبه لكل سكور كانت موجوده عنده، تمام. يعني انا بالنسبه لي كان عندي 2 مثلا او 3 ليبل في الحاله ديت، فانا عايز اشوف كل ليبل منهم كان محقق نسبه كام في الميه، تمام. هو في الحاله دي كان عنده 3 ليبل فكتبها سكورز و3، تمام، وهيرجع بالتوب اي ديز اللي كانت موجوده عنده الثلاثه دول، وحسب لكل واحد منهم السكور، وحسب لكل واحد منهم الكلاس بتاعته، وبعد كده عرض السكور وعرض الايه الكلاس، تمام. طبعا لو كان 4 5 6 هتزود بس الرقم اللي موجود عندك ده بدل 3 هيبقى 4 أو 5 أو 6 زي ما ايه موجود عندك، او على حسب عدد الكلاسز اللي موجود عندك في الصور. طيب عشان نعمل الاوكلوجن سنسيتيفيتي بيبقى موجود عندي 3 حاجات او 3 اتريبيوتس يبقوا موجودين عندنا مع الفانكشن الخاصه بالاوكلوجن سنسيتيفيتي. بيبقى موجود عندي النتورك اللي انا كنت بعمل بيها الكلاسيفيكيشن بتاعي، وموجود عندي الصوره، وموجود عندي الواي بريدكت، تمام، اللي هي نقدر نقول البريدكشن بتاع النتورك بتاعتي. يبقى انا عندي الصوره والبريدكشن بتاعها وموجود عندي النتورك بتاعتي، وبيرجع لي هو بالايه بالماب، تمام. بعد كده ببدا اعرض الماب اللي كانت موجوده عندنا ديت، بنعرضها مع الصوره الاصليه اللي كانت موجوده عندنا، تمام. فهو ده اللي هو بيعمله،
عمل اي ام شو للصوره كانت موجوده عندنا، وبعد كده عمل هولد اون وراح عامل ايمج اس سي وعرض عليها الايه الماب بتاعته. تمام، هنا برضو راح عامل لنا جنبيها كده الكالر بار، تمام، عشان يعرض لنا درجات الالوان اللي كانت موجوده عنده. تمام، طبعا كل ما كان لون احمر او كان اللون غامق، تمام، كل ما كان درجات احمر غامقه يبقى معناها ان النتورك اعتمدت على الجزء ده بشكل كبير عشان تتعرف على الصوره. طبعا احنا الصوره اللي كانت موجوده عندنا عشان لو ما اتكلمناش عليها هي صوره الكلب اللي كان موجود عندنا دوت، فهو اكتر جزئيه اعتمد عليها في الصوره هو الوش بتاع الكلب. تمام، الجزء ده كان فيه جزء كبير من الوش بتاع الكلب ودانه، فهو اعتمد بشكل كبير على تعرف على الصوره. تمام الكلام ده، طبعا ده برضو ممكن يدينا فكره ان احنا ممكن لو فرضنا عندنا صور ومش موجود عندنا فيها ليها جراوند تروس ولا حاجه، فاحنا ممكن نعمل عمليه عكسيه، اللي احنا لو قدرنا نتعرف على الصوره دي بشكل كويس وقدرنا نعمل اندرستاند ليها بشكل كويس، احنا ممكن نعكس الصور ديت ونعمل منها الجراوند تروس بتاعها او نعمل بيها سيجمنتيشن يعني. تمام، بس احنا لو ضامنين طبعا اللي احنا نقدر ننفذ العمليه دي على كل الصور وتكون النتيجه بتاعتنا سليمه. طبعا لاحظت حاجه لما كنت بشتغل على بعض البري تريند موديل الصغير زي الاليكس نت والكلام ده، هو ممكن يديني اكيورسي 100%، لكن وقت ما باجي هشوف النتورك بتاعتي اعتمدت على ايه بلاقي الالوان اللي موجوده عندي هنا ممكن تلاقي عملها لي كلها اخضر شفاف. تمام، مفيش اي نقط حمراء او مفيش جزئيه معينه هو اعتمد عليها بشكل كويس. في المقابل النتورك اللي بتبقى كبيره زي الدنس نت مثلا 201 او حاجات زي كده، دي مثلا نتورك فيها مثلا 700 لاير ولا حاجه، لا بتلاقيها محدده يعني بيبقى محدد نقطه معينه هو اعتمد عليها. فممكن يكون الاثنين نتورك الاثنين مديني اكيورسي 100%، اليكس نت 25 لاير مدياني اكيورسي 100% وموجود عندي دنس نت 700 لاير وبرده مدياني 100%، بس الدنس نت لا هو فهم الصورة كويس وفهم ان هو المكان اللي فيه اهم فيتشرز يقدر يعتمد عليها عشان يحدد قراره. اليكس نت لا هو الموضوع مش محدد بالنسبة له. ده على بعض الامثلة اللي انا اشتغلتها. طيب هنشوف المثال بتاع الكوفيد اللي احنا قلنا عليه. المثال طبعا عامله زي اللي احنا قريناه كده، بس انا هنا قلت بدل ما اعمل ام ريد للصوره انا استخدمت الفانكشن اسمها يو اي جيت فايل. تمام، دي بتعمل لي براوز كده وبتعمل لي زي ويندو اقدر احدد منها مكان الفايل اللي انا عايزه، وبعد كده برجع بمسار الفايل ده وابدا اعمل له ريد داخل الماتلاب. وطبعا الفايل ده لو ايمج ولا حاجه بخليه هو يقرا لي كل الامتدادات بتاعه الايمج او افتح كل الفايلز اللي موجوده عندي. وطبعا عملت لود للنتورك اللي انا كنت عامل لها تريننج قبل كده. تمام، دي زي ما قلت لكم كنت بتعلم على اتنين كلاس، تمام، كلاس نورمال كلاس كوفيد لصور اكس راي، وبعد كده هاخد الصوره اللي انا قريتها ديت هشوف الصوره دي لو كانت عباره عن جري سكيل ايمج بحولها لار جي بي. تمام، لو فرضنا اللي هي كانت ار جي بي خلاص بتبقى بعديها زي ما هي. بعد كده برضو زي ما عملنا السطر بتاع الكلاسز وعملنا الكلاسيفيكيشن، تمام، وبعد كده بدأنا نعرض الاثنين كلاسز اللي كانوا موجودين عندنا ونسبة كل كلاس منهم بكام زي الكود بالظبط اللي احنا شفناه. زودت طبعا في موضوع الاوكلوجن سنسيتيفيتي، موضوع اللي هو اشتغل على السي بي يو لان هو في الغالب بيعمل معايا مشكلة مع الجي بي يو. تمام، وبعد كده خلاص هيبدأ يعرض لنا زي المثال كده، يبدأ يعرض لنا الرسمة بتاعت الاوكلوجن سنسيتيفيتي. طيب نجرب المثال. ناخد صورة كوفيد ونشوف هو يعتمد على ايه عشان يصنف الصورة دي على انها كوفيد، ونشوف هو يصنفها كوفيد الاول ولا لا يعني. طبعا الكود هحطه ان شاء الله برضو على الجيت هاب بحيث لو حد محتاج يجرب الكود برضو على اي صورة او اي داتا تاني. طبعا المفروض المرحلة دي مرحلة لاحقة للي انت عملت تريننج للنتورك بتاعتك، سواء بقى كنت مقسم الداتا بتاعتك لترين وتيست او كنت شغال كروس فاليديشن زي الامثلة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. طيب هو هنا طلع لنا الصورتين.